في آخر جلسة من جلسات الأسبوع في اتجاه لتكملة الانخفاض في مؤشرات البورصة، فمؤشر 30 وهو المؤشر الرئيسي بعد انخفاض دام أسبوع بينخفض في بداية الجلسة بنسبة 43% ليصل عند نقطة 13963 بدافع من بيع العرب والمصريين والأفراد، إلى أن الأجانب والمؤسسات متجهة للشراء بأحجام تداول ضعيفة جدا حتى الآن.